بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في موضوع صلاة الخوف، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والصحيح هذه الأوجه، فصح أنه صلى الله عليه وسلم صلاها في أربع: ذات الرقاع، وبطن نخل، وعسفان، وذي قرد المعروف بغزوة الغابة. وقال أحمد: أصولها ست صفات، وأبلغها بعضهم أكثر، وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة جعلوا ذلك وجها، فصارت 17. لكن يمكن أن تتداخل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من اختلاف الرواة. قال الحافظ: وهذا هو المعتمد. ومنع ابن الماجشون صلاة الخوف في الحضر، ورد قوله بأن اعتبار السفر وصف طردي ليس بشرط ولا سبب، وإلا لزم ألا يصلى إلا عند الخوف من العدو الكافر. هذا الكلام من ابن القيم رحمه الله كلام يوضح اختلاف الرواة في صلاة الخوف. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف ذات الرقاع وبطن نخل وعسفان وذي قرد المسمات بغزوة الغابة، أربع بلدان، أربع جهات صلى فيها صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف. ولا يخلو إما أن يكون العدو على جهة القبلة أو على خلاف جهة القبلة، وفي كل حالة له صلاة عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلاها في أربعة أماكن، معنى هذا أنه صلاها على شكل واحد في أربعة أماكن. واختلاف الرواة رحمة الله عليهم يرون الشيء باختلاف لفظه واختلاف معناه، أحيانا تتبعا لرواية الراوي. فعلى المسلم أن يصلي صلاة الخوف حسب قدرته وحسب ما يتيسر له من الاتصاف بصفة العدل والمساواة، ولا يتلاعب فيها، وليست مجال للتلاعب أو للروايات الكثيرة، وإنما يصليها حسب استطاعته. فلا يخلو إما إن كان العدو أمامك إلى جهة القبلة فأنت تصلي بالجماعة كلهم إلا عند السجود، تفصل بعضهم بعض، لأنهم هو الذي وقت الذي يغيب المسلمون عن مراقبة العدو، فيخشى أن يهجم عليهم وهم في حال صلاتهم وسجودهم. فلذا اختلفت حال السجود عن غيره. أما إذا كان العدو في غير جهة القبلة يمينا أو شمالا أو خلفا، فالمسألة ترجع إلى مصافة العدو ومخالفته حتى لا يهجم على المسلمين. فالأمر في هذا سهل واضح جدا، وعلى المسلم أن يتقي الله جل وعلا، وخاصة إمام الصلاة يتقي الله في صلاته فيصليها حسب استطاعته. وكما سيأتينا إذا لم يستطع هذا التفصيل فيصلون كما قال الله جل وعلا: رجالا أو ركبانا.
ويكون مستقبل القبلة أو غير مستقبلها، كل هذا فيه سهل، وكل هذا الفعل والكلام يدل على اهتمام بصلاة الجماعة، وأنه لا يجوز للمسلم أن يتساهل فيها ما دام عقله باق، فيجب عليه أن يصليها حسب استطاعته. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في هذه الأماكن، وقال العلماء صلاها النبي صلى الله عليه وسلم على 4 أو 6 صفات تختلف واحدة عن الأخرى، وبعضهم أوصلها إلى 17، وهكذا، فهم كلهم رحمهم الله مجتهدون ويحرصون على التمسك بالسنة، لكن بعضهم قد يخفى عليه، وبعضهم قد ينقلها نقلا غير متأكد، وإلا قل منهم الواحد أن يقول صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم كذا ويختلف عنه. نعم. وأما كونه صلى الله عليه وسلم لم يصلها يوم الخندق فذلك قبل نزول آية صلاة الخوف، واتفق الأئمة 4 وغيرهم على جوازها سواء كان القتال سفرا أو حضرا. صلاة الخوف ما فرضت ووضحت ونزلت إلا بذات الرقاع، وذات الرقاع متأخرة عن صلاة الخوف، عن الصلاة متأخرة عن يوم الخندق، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الخندق وأخر الصلاة إلى غروب الشمس، أخر صلاة العصر إلى غروب الشمس، لأنه يعرف أنها واجبة يهتم بها المسلم، ولا يصح أن يؤديها باجتهاده في الخوف، فأخرها صلى الله عليه وسلم. فلما كانت بذات الرقاع وتماطأ العدو على أن يهجم على المسلمين في حال صلاتهم، أنزل الله جل وعلا جبريل عليه السلام بصلاة الخوف على النبي صلى الله عليه وسلم وبينها للأمة، فأخذ بها المسلمون من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما كونه صلى الله عليه وسلم لم يصلها يوم الخندق فذلك قبل نزول آية صلاة الخوف، واتفق الأئمة 4 وغيرهم على جوازها سواء كان القتال سفرا أو حضرا، لأن المبيح الخوف لا السفر، ولا تأثير له في قصر يعني الصلاة. بعض الناس يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة الخوف يوم الخندق لأن الخندق حصل في المدينة، ولم يكن المجاهدون مقاتلون الكفار مسافرون، والصحيح أنها تصلى في حال السفر وفي حال الحضر، لأن المقصود وجود الخوف، فإذا وجد الخوف فقد شرع الله لعباده ما يدافع هذا. نعم. ولا تأثير له في قصر الصلاة، وإنما تأثيره في الصفة. قال الزركشي ومن شروط صلاة الخوف أن يكون العدو يحل نعم قتاله. إذا صلى صلاة الخوف في البلد يتم الصلاة ولا يقصرها، إذا صلى صلاة الخوف خارج البلد فله أحكام السفر يقصر ولا يتم. نعم. وقال الزركشي ومن شروط صلاة الخوف أن يكون الزركشي أحد أئمة الفقه رحمهم الله. ومن شروط صلاة الخوف أن يكون العدو يحل قتاله ويخاف هجومه، لأنها رخصة فلا تستباح بالقتال المحرم. هذا كلام حق، يعني لا يجوز أن يصلي إحدى الفئتين صلاة الخوف والأخرى مسلمة، المقاتلة مسلمة، لكنهم مختلفون،
ولا يجوز لهم أن يتقاتلوا وهم مسلمون، كل يشهد أن لا إله إلا الله، وكل واحد يقاتل الآخر ويستحل ماله ودمه، وليس كذلك. فصلاة الخوف يجب أن تكون أمام الكفار، أما أمام المسلم فلا تصلي أنت أيها الآخر صلاة الخوف، وإنما لا يجوز القتال مع المسلم، وإنما على المسلمين كما قال الله جل وعلا: وإن اختلفت وإن فئتان اقتتلتا من المسلمين فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. أنه أول شيء يصلح بين المسلمين إصلاحا، فإن صلحوا والحمد لله، وإن لم يصلحوا فينظر للفئة الباغية الظالمة فتسكت وتمنع من القتال. ودلت هذه النصوص على عظم شأن صلاة الجماعة، على عظم صلاة الجماعة، وأنه لا يجوز أن يتخلف عنها المسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا كان خوف أشد من ذلك، أي مما تقدم، صلوا رجالا قياما على أقدامهم وركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. متفق عليه. زاد البخاري قال نافع: لا أرى ابن عمر قال ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدمت الآية في ذلك. هذا كلام عبد الله بن عمر رضي الله عنه الذي جاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وقاتل معه. يقول: إن كان الخوف أشد من ذلك، ما يستطيعون، يصفون صفا والآخر صفا ثاني، وهكذا. إن القتال بالسباح، استمر القتال من بعد طلوع الشمس مثلا إلى غروبها، فلا يجوز لهم أن يؤخروا صلاة الظهر والعصر والمغرب، بل يجب عليهم أن يصلوها على حالهم، على حسب حالهم، رجالا أو ركبانا، يعني رجالا على أرجلهم يمشون، أو ركبانا على الرواحل وعلى البواخر وعلى السفن وعلى الطائرات وعلى السيارات، وهكذا يصلونها حسب استطاعتهم. يقول نافع الذي يروي عن ابن عمر رضي الله عنه، يقول: لا أرى أن ابن عمر يقول هذا من تلقاء نفسه، وإنما يقوله بناء على ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولأنه صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في غير شدة الخوف، وأمرهم بالمشي إلى وجاه العدو وهم في الصلاة، ثم يعودون لقضاء ما بقي من صلاتهم، فمع شدة الخوف أولى. ولا يلزم الإحرام إلى القبلة ولو أمكن. وقال الإمام أحمد وغيره: تجوز صلاة شدة الخوف رجالا وركبانا جماعة كما تجوز فرادا، وهو مذهب الشافعي. ولم يجوز، يعني تجوز صلاة الخوف جماعة وفرادا، يعني كل واحد على حدة يصلي ويقاتل في سبيل الله. ولم يجوزه مالك وأبو حنيفة. ولا تسقط بحال إجماعا، لا تسقط صلاة الجماعة بحال إجماعا. ويكرون ويفرون ولا يؤخرون الصلاة، وهو قول أكثر أهل العلم لما تقدم. يكر ويفر، يعني يكر يتقدم لمقاتلة العدو، ويفر يهرب، وهكذا يستقبل القبلة وغير مستقبليها. ويومئون بقدر طاقتهم، لأنهم لو تمموا الركوع والسجود كانوا هدفا لأسلحة العدو، ويكون سجودهم أخفض من ركوعهم. وكذا حالة هرب من عدو أو سيل أو سبع أو نار أو غريم ظالم أو خوف على نفسه أو أهله أو ماله، إن صلى صلاة آمن أو ذب عنه. حالة هارب من عدو أو هارب من سيل أو سبع أو نار
أو تحريم تقريم ظالم أو خوف على نفسه أو ماله أو مهله، إن صلى صلاة أمن أو ذب عنه أو عن غيره كل ذلك مبيح لصلاة الخوف. يعني إذا خاف بهذه الصلاة من أي شيء فله أن يصلي صلاة الخوف. يقال لنا أن أحد الأخوة أسر في إحدى البلدان الكافرة، فسألوه أنت مسلم؟ قال لا، لأنه لو كان مسلم لقتلوه في الحال، لأنه أعداء للإسلام والمسلمين. فقالوا لا، ما أنا مسلم. وصار يصلي وهو مضطجع نايم، كأنه نايم علشان ما ينتبهون، لأنه لو ركع أو سجد عرف أنه مسلم. فقال بدأ يصلي صلاة خوف وهو مستلق نائما على فراشه لئلا يطلع عليها أنه يركع ويسجد فيأخذوه ويقتلوه. وهكذا ينبغي للعاقل أن يواظب على محافظة على نفسه وعلى أهله وعلى ماله وعلى كل من معه، فلا يفلت منها شيء. وما عليه والصلاة لا يخوفها أبدا، وإنما يصليها حسب استطاعته. نعم. وكذا حالة هرب من عدو أو سيل أو سبع أو نار أو غريم ظالم أو خوف أو خوف على نفسه أو أهله أو ماله، إن صلى صلاة آمن أو ذب عنه أو عن غيره، وكل ذلك مبيح للصلاة على هذه الصفة. وحكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه في صلاة المطلوب. وإن كان طالبا نزل فصلى إلا أن ينقطع فيخاف أو يخاف فوت عدو يطلبه، لفعل عبد الله بن أنيس لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي ليقتله، صلى بالإماء نحوه، رواه أبو داود وغيره. هذا عبد الله بن أنيس أحد الصحابة رضي الله عنهم، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي ليقتله، فتوقع خالد أو عرف أنه لو صلى في الأرض جالسا لأن ذهب خالد بن سفيان وهو يريد أن يقتله قبل أن يذهب وقبل أن يبعد عنه، فصلى بالإيماء رضي الله عنه جهادا وهو يسير ويسرع على مشيه، يسرع في مشيه حتى وصل إلى الرجل وقتله. ولأن فوت عدوه ضرر عليه فأبيحت له صلاة الخوف كحال لقائه. وكذا من خاف كمينا أو مكيدة أو مكروها صلى صلاة الخوف. وكذا أسير خاف على نفسه فيصلي كيف أمكنه قائما وقاعدا ومضطجعا ومستلقيا إلى القبلة وغيرها بالإماء حضرا وسفرا. نعم، مثل ما ذكرت لكم بالرجل الذي أسر وسألوه عن الإسلام فقال ما أعرفه ولست مسلم، وهو مسلم مؤمن رضي الله عنه ورحمه، فخشي أنه إن أظهر الصلاة عرفوا أنه مسلم فقتلوه، فترك الصلاة ولا يتركها وإنما يصليها صلاة خوف في المكان الذي يكون فيه مستقبل القبلة وغير مستقبلها. أو خاف فوت الوقوف بعرفة صلى صلاة خائف اختاره الشيخ وغيره. كذلك إذا خشي فوات الحج متوجه إلى الحج ولم يبق من طلوع الفجر يوم النحر إلا وقت يسير، فوإن أسرع وسار أدرك الحج، وإلا فاته الحج. إذا طلع عليه الفجر قبل أن يصل عرفة فاته الحج،
فصلى صلاة خائف رضي الله عنه حتى وصل إلى حجه إلى عرفات وأدرك الحج. قال ابن القيم رحمه الله: فيكون في طريقه مصليا كما يصلي الهارب من سيل أو سبع أو عدو اتفاقا، أو الطالب لعدو يخشى فواته، على أصح القولين، وهو أقيس الأقوال وأقربها إلى قواعد الشرع ومقاصده. فإن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح بحسب الإمكان، وألا يفوت منها شيء انتهى. فكيفما أمكن في صلاة الخوف أولى من تأخير الصلاة عن وقتها، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذه الآية الكريمة والحديث الصحيح بأن على الإنسان يأتي بالعبادة حسب استطاعته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وبهذا انتهى الكلام على صلاة الخوف. وفيه عند التوسع كتاب المغني لابن قدامة رحمه الله في صلاة الخوف في 25 صفحة من كتاب المغني، كتاب الخوف هذا في الجزء الثالث من كتاب المغني، صلاة الخوف وسعها وبينها وبين الصفات التي أغتاها النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أراد أن يقرأه فهذا حسن. خذ يا صالح اقرأ أوله. قال رحمه الله: كتاب صلاة الخوف. صلاة الخوف ثابتة بالكتاب والسنة. أما الكتاب فقول الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. وأما السنة فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الخوف، وجمهور العلماء متفقون على أن حكمها باق بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لا تستعجل. وقال أبو يوسف: إنما كانت تختص بالنبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: وإذا كنت فيهم، وليس بصحيح. هذا كلام أبو يوسف رحمه الله وهم منه وضياع، يقول الصلاة الخوف ما تصح إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنها تصح مع أي مسلم من المسلمين إذا كان المرء خائفا. نعم. وليس بصحيح، فإنما ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم، صلاها الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كلهم رضي الله عنهم. نعم. فإنما ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت في حقنا ما لم يقم دليل على اختصاصه به. فإن الله تعالى أمر باتباعه بقوله: فاتبعوه. وسئل عن القبلة للصائم فأجاب: بأنني أفعل ذلك. فقال السائل: لست مثلنا؟ فغضب وقال: إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله تعالى وأعلمكم بمن اتقى. لما قال عليه الصلاة والسلام للصحابة: ارفقوا على أنفسكم وصلوا كذا وكذا وكذا إلى آخره، قالوا: أنت يا رسول الله لست مثلنا، أنت رجل غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: إني لأرجو الله أن أكون أخشاكم لله، فأنا أخشاكم لله مع ما أعطاني الله جل وعلا من التوفيق والسداد، فأسيروا على منهجي. ومن تمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سعيد وأفلح، ومن حاد عنها ضل وخسر خسرانا مبينا. نعم. ولو اختص بفعله لما كان الإخبار بفعله جوابا، ولا غضب من قول السائل لست مثلنا، لأن قوله إذن يكون صوابا.
وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحتجون بأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرونها معارضة لقوله وناسخة له. ولذلك لما أخبرت عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من غير احتلام ثم يغتسل ويصوم ذلك اليوم، تركوا به خبر أبي هريرة من أصبح جنبا فلا صوم له. ولما ذكروا ذلك لأبي هريرة قال: هن أعلم. إنما حدثني به الفضل بن عباس ورجع عن قوله ولو لم يكن فعله حجة لغيره. أعلم لأنها رضي الله عنها تحكي عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف ابن عباس فهو يتوقع أنه كان يفعل كذا أو فعل كذا. نعم. ولما ذكروا ذلك لأبي هريرة قال: هن أعلم. هن أعلم يعني أمهات المؤمنين أعلم من بقية الصحابة بفعله صلى الله عليه وسلم. إنما حدثني به الفضل بن عباس ورجع عن قوله ولو لم يكن فعله حجة لغيره لم يكن معارضا لقوله. وأيضا فإن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على صلاة الخوف، فروي أن عليا رضي الله عنه صلى صلاة الخوف ليلة الهرير، وصلى أبو موسى الأشعري صلاة الخوف بأصحابه، وروي أن سعيد بن العاص كان أميرا على الجيش بطبرستان فقال: أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أنا. فقدمه فصلى بهم. رضي الله عنهم مرجع الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول عمرو بن العاص رضي الله عنه: أيكم يا صحابة رسول الله اللي صلى مع النبي صلاة الخوف؟ يبي يصلي مثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال حذيفة بن اليمان: أنا صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: تقدم وصلي بنا. رضي الله عنهم قدوتهم النبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله وفيما يأتي ويذر. نعم. فأما تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بالخطاب فلا يوجب تخصيصه بالحكم لما ذكرناه، ولأن الصحابة رضي الله عنهم أنكروا على مانعي الزكاة قولهم: إن الله تعالى خص نبيه بأخذ الزكاة بقوله: خذ من أموالهم صدقة. وقد قال الله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. وهذا لا يختص به، فإن قيل فالنبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة يوم الخندق ولم يصل قلنا: هذا كان قبل نزول صلاة الخوف. وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون ناسخا لما قبله. ثم إن هذا الاعتراض باطل في نفسه، إذ لا خلاف في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له أن يصلي صلاة الخوف، وقد أمره الله تعالى بذلك في كتابه، فلا يجوز الاحتجاج بما يخالف الكتاب والإجماع. اختلف فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤخذ بالفعل المتأخر لأنه هو الباقي وهو الشرع، وأما المتقدم فقد يكون نسخ. نعم. ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة نسيانا، فإنه روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم عن صلاتها فقالوا: ما صلينا. وروي أن عمر قال: ما صليت العصر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها أو كما جاء. ويدل على صحة هذا أنه لم يكن ثم قتال يمنعه من الصلاة، فدل على ما ذكرناه. نعم. مسألة: قال: وصلاة الخوف إذا كان بإزاء العدو وهو في سفر صلى بطائفة ركعة وأتمت لأنفسها الأخرى بالحمد لله وسورة ثم ذهبت تحرس، وجاءت الطائفة الأخرى التي بإزاء العدو فصلت معه ركعة وأتمت لأنفسها الأخرى بالحمد لله وسورة، ويطل التشهد حتى يتم التشهد ويسلم بهم.
وجملة ذلك أن الخوف لا يؤثر في عدد الركعات في حق الإمام والمأموم جميعا. فإذا كان في سفر يبيح القصر صلى بهم ركعتين بكل طائفة ركعة وتتم لأنفسها أخرى على الصفة المذكورة، وإنما يجوز ذلك بشرائط، منها أن يكون العدو مباح القتال وأن لا يؤمن هجومه. قال القاضي: ومن شرطها كون العدو في غير جهة القبلة. ونص أحمد على خلاف ذلك في رواية الأثرم: من أصار العدو في جهة القبلة فهو بإمكان الجماعة كلهم يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم يختلفون في السجود، فإذا سجد الصف الأول فلا يسجد الصف الثاني خشية أن يهجم العدو عليهم وهو في حال السجود، فإذا نهض الصف الأول فعلى الصف الثاني أن يسجدوا. نعم. ونص أحمد على خلاف ذلك في رواية الأثرم، فإنه قال: قلت له: حديث سهل نستعمله مستقبلين القبلة كانوا أو مستدبرين. قال: نعم، هو أنكى، ولأن العدو قد يكون في جهة القبلة على وجه لا يمكن أن يصلى بهم صلاة عسفان لانتشارهم أو استتارهم أو الخوف من كمين، فالمنع من هذه الصلاة يفضي إلى تفويتها. قال أبو الخطاب: ومن شرطها أن يكون في المصلين كثرة يمكن تفريقهم طائفتين، كل طائفة ثلاثة فأكثر. وقال القاضي: إن كانت كل فرقة أقل من ثلاثة كرهناه، لأن أحمد ذهب إلى ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ووجه قولهما أن الله تعالى ذكر الطائفة بلفظ الجمع لقوله تعالى: فإذا سجدوا فليكونوا من ورائهم، وأقل لفظ الجمع ثلاثة، والأولى ألا يشترط هذا، لأن من ما دون الثلاثة عدد تصح به الجماعة، فجاز أن يكون طائفة كالثلاثة. وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يشترط في صلاة الخوف أن يكون المصلون مثل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في العدد وجها واحدا، ولذلك اكتفينا بثلاثة، ولم يكن كذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ويستحب كان الجماعة كلهم ثلاثة، مثلا الإمام واثنين معه، فيصلي بالأول الركعة الأولى والثاني يراقب العدو، ثم إذا نهض للركعة الثانية انطلق هذا الذي يصلي مع الإمام حتى يقف في نحر العدو، ويأتي الآخر الذي كان يحرس فيصلي مع الإمام ويكمل صلاته معه. نعم. ويستحب أن يخفف بهم الصلاة، لأن موضوع صلاة الخوف على التخفيف. وكذلك الطائفة التي تفارقه تصلي لنفسها تقرأ بسورة خفيفة ولا تفارقه حتى يستقل قائما، لأن النهوض يشتركون فيه جميعا فلا حاجة إلى مفارقتهم إياه قبله. والمفارقة إنما جازت لعذر، ويقرأ ويتشهد ويطيل في حال الانتظار حتى يدركوه. قال الشافعي في أحد قوليه: لا يقرأ حال الانتظار، بل يؤخر القراءة ليقرأ بالطائفة الثانية ليكون قد سوى بين الطائفتين. ولنا أن الصلاة ليس فيها حال سكوت، والقيام محل للقراءة، فينبغي أن يأتي بها فيه، كما في التشهد إذا انتظرهم فإنه يتشهد ولا يسكت، كذلك هاهنا. والتسوية بينهم تحصل بانتظاره إياهم في موضعين، والأولى في موضع واحد إذا ثبت هذا. فقال القاضي: إن قرأ في انتظارهم قرأ بعدما جاءوا بقدر فاتحة الكتاب وسورة خفيفة، وإن لم يقرأ في انتظارهم قرأ إذا جاءوا بالفاتحة وسورة خفيفة، وهذا على سبيل الاستحباب. يكفي بارك الله فيك، خلاص. هذا كتاب المغني فيه توسعة وفيه الشرح الإيضاح الكامل.
يقول السائل: عند قول المؤلف رحمه الله تعالى في الكتاب اختاره الشيخ، من يقصد بالشيخ؟ الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول: ما معنى كمينا؟ كمين يعني يا مختفي، يا يقصد أنه يقصد العدو القتال، أو يقصد أن يثور على هذا الرجل إذا صلى، الكمين المختفي. يقول السائل: صلاة الخوف هل لها وضوء؟ صلاة الخوف يشترط لها كما يشترط لسائر الصلوات الطهارة، إما بالوضوء وإما بالتيمم، ولا تصح الصلاة بدون وضوء ولا تيمم. يقول: عندما يستمر القتال طوال النهار كيف نتوضأ؟ يتوضأ أو يتيمم. يقول: ما هو المقصود بالرهط؟ رهط الجماعة. يقول السائل: هل يصح لنا صلاة الخوف إذا خفنا من العدو وإن لم نكن في حال قتال؟ وإن لم نكن في حال قتال واصطفاف. إذا خفت من العدو فهذا يكفيك في صلاة الخوف. يقول السائل: المولد هل هو بدعة حسنة لما يحدث فيه من كثرة الذكر ودروس في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم والبهجة والفرحة بين المسلمين؟ أقول: البدعة ليس بها بدعة حسنة، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، أي بدعة فهي ضلالة. وأما قول عمر رضي الله عنه هذه بدعة حسنة، فليس المقصود بها البدعة الشرعية، وإنما هي بدعة جديدة استعملت ولم تكن موجودة من قبل إلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فقول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذا، لما دخل المسجد ووجد الناس يصلون أوزاعا، جماعات، في الجماعة وحدها، قال: لو جمعنا هؤلاء على إمام واحد لكان خير. فجمعهم رضي الله عنه، فدخل فإذا هم يصلون بإمام واحد، فقال: نعمة البدعة هذه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان صلى بالجماعة هو عليه الصلاة والسلام، فلما خشي أن تفرض عليهم صلاة الليل تخلف عليه الصلاة والسلام وتركهم ولم يقم معهم. فأبو بكر رضي الله عنه استمر على هذا الفعل، فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان زمن عمر جمعهم على إمام واحد، لأنه اتقى، لأنه زال الخوف من فرضية ذلك، انتهت الفرائض، تمت الدين، تم الدين وتم الفرائض، ولا يخشى من فرض شيء الآن. فجمعهم رضي الله عنه على إمام واحد، فقال: نعمة البدعة هذه، يعني أنها تختلف صلاتهم هذه عن صلاتهم قبل أوزاعا، وقد صلوا قبل أن يصلوا أوزاعا بإمام واحد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: ما حكم أكل الحية أو الحنش؟ هذا لا يجوز، لأن هذه مستكرهة ومحرمة. سائلة تسأل تقول: أنا حامل في الشهر الأول وجاءني نذيف لمدة أكثر من 10 أيام، فماذا يلزمني في هذه الحالة؟ هل أصلي ما فاتني 3 أيام أثناء النزيف أم أقضيها؟ هل أقضيها؟ المعروف أن المرأة إذا حملت فإنها لا تحيض، ولا يصح للمرأة أن تترك الصلاة إلا في حال الحيض أو النفاس، ومدة الشهر ما تكفي أن تكون نفاسا هذه، أو لها حكم النفاس.
فيجب عليك أيها الأخت أن تصلي ما فاتك وتحافظي على الصلاة ولا تتركيها في حال الحمل، وإذا سقط الحمل فعليك ألا تصلي ألا تجلسي وقت الدم ما لم يبلغ الحمل يتبين في خلق إنسان. فالمرأة مثلا إذا رأت الدم للعوار سقوط الولد أو الرضيع أو الحمل مثلا سقط من بطن أمه فلا يخلو، إن كان تبين في خلق إنسان فلها أن تجلس حكم النفاس، وأما إذا لم يتبين في خلق إنسان فعليها أن تتخذ وقاية وتصلي. يقول السائل: أنا تائب وأسأل الله الثبات، لكن لدي أصدقاء ورفقاء سوء يتصلون بي ويحثوني على الوقوع في المعاصي. عليك أخي أن تجتنبهم، لأن هؤلاء من جند الشيطان، يرسلهم الشيطان إليك لأجل أن يصرفوك عن طاعة الله، فأنت لا تستجب لهم، واحذرهم وابتعد عنهم ولا تجالسهم حتى ييأسوا منك، وادعهم إلى ما كنت تعمل مع الآن من الصلاة والمحافظة عليها، ادعهم إلى طاعة الله وأنت خير وأفضل منهم. يقول: هل يجوز لي أن آخذ مرتب شهري من الدولة وأنا لا أعمل لكبر سني وفقري وحاجتي؟ إذا كانت الدولة تعلم عنك أنك لا تشتغل وتصرف هذا العمل الراتب لك فلا بأس عليك، أو كنت تأخذه على سبيل التقاعد، لأن المتقاعد يستحق الراتب حسب استحقاقه فخذه كذلك، وإذا أخذته على أنك تعمل في الدولة وأنت لا تعمل فلا يجوز لك ذلك. يقول السائل: في حديث الأذان أو أذكار الأذان فقولوا مثل ما يقول المؤذن، هل الأمر للوجوب أم للندب؟ هذا الأمر للاستحباب وليس للوجوب. يقول: إذا اجتمع مستحبان في وقت، ما الذي يقدم كتحية المسجد والأذان؟ ما يجتمع متنازعان، وإنما يكون أحدهم مقدم على الآخر، فمثلا إذا دخلت والإمام يؤذن فأنت عليك أن تتابع المؤذن وتصلي تحية المسجد بعد ذلك. يقول السائل: هل السكتة التي يفعلها الإمام بعد الانتهاء من قراءة الفاتحة في الصلاة لها أصل في السنة؟ نعم يا أخي، هذه السكتة يسكتها الإمام لأجل يمكن بعض الجماعة يقرأ الفاتحة بسرعة، هذا. وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.